بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، نستأنف مع الصور الكاريكاتورية التي تطرقت إلى موضوع فيروس كورونا من الجهة الفكاهية إن صح التعبير. إذن كما نرى في هذه الصورة، سي با تري براتيك، سي با تري براتيك، مي كرو موا يا با ميو بور سو بروتيجي دي كورونا فيروس، سي با تري براتيك. المقصود هنا Ce n'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Le maqsoud biha. Ce n'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Le maqsoud biha. Hada laysa amaliyan. Yani hada alladhi ana bisadadihi laysa amaliyan. Yani fi al'amal dialo sa'ab. Indama naqul bi annahu laysa amaliyan. Al maqsoud bi anna fih su'uba. C'est pas très pratique. Yani annahu laysa amaliyan. Mais walakin, crois-moi. Hadna hana le verbe croire. لو فيرب كخوا المقصود به اعتقد او ظن او امن الى اخره، كخوا موا صدقني كما نقول، كخوا موا صدقني. يا با ميو المقصود هنا ايضا il n'y a pas mieux، il n'y a pas mieux يعني ليس هناك احسن. pour se protéger du coronavirus من اجل الحمايه من فيروس كورونا، يعني المقصود انني لم اجد احسن من اجل الاختباء عن فيروس كورونا غير هذه الطريقة، رغم أنها ليست مناسبة وليست سهلة الاستعمال. يعني بحال تيقول له هذه ماشي تلهيه ولكن ما كاينش حسن، يعني ضروري الإنسان يصبر بمعنى آخر. ثم عندنا في الصورة المالية كورونا فيروس لا سوليسيون أمريكان، هذا الرسم كما لو يقول بأنه في الوقت الذي مثلا مجموعة دول تحتاط من فيروس كورونا بطرق متعددة، مثلا عدم اختلاط، مثلا ارتداء الكمامات، لكن الحل الامريكي كانت له طريقه خاصه، مثلا الاعتماد على هاد الاوراق. اذا لا سوليسيون امريكان، الحل الامريكي، لا سوليسيون امريكان، الحل الامريكي. ثم عندنا في الصوره الماليه بلي فليبون كولو كورونا فيروس، بلي فليبون كولو كورونا فيروس، طبعا الاكثر ازعاجا من فيروس كورونا. عندنا لوفير فليبي، هنا لوفير فليبي. اذا المقصود ب لوفير فليبي فير سوتي لو كوفيركل، فير سوتي لو كوفيركل المقصود بها انك تعمل على دفع الغطاء. الامر نقوله للاشخاص مثلا الذين لهم طاقات معينه ولا يستطيعون استغلالها، اذا تقول لهم مثلا فات سوتي لو كوفيركل، فات سوتي لو كوفيركل، يعني اعمل على رفع الغطاء. المقصود حاول ان تكسر هذه الحواجز ثم استغل قدراتك فيما يعود عليك وعلى المجتمع مثلا بالنفع. كما نلاحظ ممكن ان الغطاء يكون حقيقي وممكن ان الغطاء يكون فقط رمزي. اذا نتكلم عن فات سوتي لو كوفيركل، اذا هذا المقصود الاول لفعل فليبي. ثم عند المتعاطين للمخدرات دون لاغو، طبعا في عامية لاغو المقصود بها هي اللغة العامية دون لاغو دي توكسيمان، طبعا نتكلم عن لا توكسيماني. لا توكسيماني هو تعاطي الأشخاص للمخدرات. إذا نتكلم عن هذه الحالة التي تنتج عن تعاطي الأشخاص للمخدرات. إذا هنا دون لاغو دي توكسيمان في اللغة العامية للأشخاص المتعاطين للمخدرات، إبخوفي أن سونتيمون دونغواس، التعبير عن الإحساس بالقلق. هذا القلق ليي أليطا دو مونك، إذا هذا القلق هو مرتبط، نتكلم عن لو فيرب ليي يعني رابطة. إذا هنا نتكلم عن لونغواس بأنه ليي يعني أنه مربوط أو مرتبط. إذا إبخوفي أن سونتيمون يعني هو التعبير عن واحد الإحساس دونغواس من القلق. ليه أليطا دو مونك مرتبط بحالة الخصاص. إذا نتكلم عن سو سونتيغ أباتي باغ مونك دو دروغ، كما لو نقول هنا بأنك تحس بنفسك أباتي، كما لو نقول مضروب. المقصود أنك تحس بشعور، تحس بشعور ماذا؟ باغ مونك دو دروغ، تحس بشعور نقصان الأدوية أو نقصان المخدرات. سو سونتيغ أباتي باغ مونك دو دروغ، يعني أنك تحس بنفسك أباتي كما نقول مضروب أو مغلوب إلى آخره، باغ مونك دو دروغ
يعني بنقصان الأدوية أو بنقصان المخدرات. نقول مثلا المفوما دوز، يجب أن يكون لي لا دوز المقصود بها هي الجرعة أو الكمية. المفوما دوز، يجب أن يكون لي كميتي أو يجب أن تكون لي جرعتي. سينو، إذا لم يكن ذلك سينو وإلا جوفي فليبي، سينو جوفي فليبي وإلا سأحس بشعور فقدان الوعي إلى آخره من هذه الحالة. سينو جوفي فليبي وإلا سأحس بهذا الشعور الذي يكون فيه ضيق وفقدان الوعي ربما إلى آخره. إذا نتكلم عن فليبي فاميلي، نتكلم عن استعمال هذا الفعل في اللغة العامية المعتادة فاميلي. إذا نتكلم عن أتخ ديبخيمي أو بيان أنغواسي، أتخ ديبخيمي أو بيان أنغواسي يعني أنك تكون قلقا منزعجا إلى آخره. إذا ممكن أن هذا الفعل يستعمل في هذه الحالات. طبعا في الصورة كما نلاحظ عندنا لي فليبون يعني الأكثر إزعاجا والأكثر إقلاقا، كما نقول كولو كورونا فيروس، من فيروس كورونا. إذن يقول شخص لأحدهما تيافي سا، أنت رأيت هذا، تيافي سا، أنت رأيت هذا. ساركوزي إدغوتور يعني أن ساركوزي في العودة، ساركوزي في العودة، المقصود بأن ساركوزي سيعود. تيافي سا، أنت رأيت هذا. ساركوزي إدغوتور يعني أن الرئيس السابق ساركوزي سيعود. ثم يجيبه صديقه كما نرى هام، جو فيني مون فير اي جو فيل اليكو اون كونفينمون. هيم، جو فيني مون فير، انا انهي، عندنا لو فير فينير يعني انك تكمل شيئا او تنهيه. جو فيني مون فير يعني انا انهي كاسي. اي جو فيل اليكو، اي جو فيل، عندنا لو فير فيلي، عندنا لو فيرب فيلي. فيلي المقصود بانك تغزل مثلا، ايضا المقصود به انك تذهب مسرعا. جو فيني مون فير اي جو فيل اليكو اون كونفينمون، انا انهي كاسي، المقصود بانني سانهي كاسي. اي جو فيل سلافا فيلي، فيلي يعني انك تغزل خيوطا مثلا من الصوف، وممكن انه يعني كما عندنا هنا انك تذهب مسرعا. يقول له انا سانهي كاسي اي جو فيل اليكو، ثم انني ساذهب مسرعا اليكو، المقصود ايميدياتمون يعني في الحال، حالا يعني الان. اون كونفينمون، ساذهب الان حالا مسرعا. اون كونفينمون للحجر، كما لو انه سيحجر نفسه من فيروس، لكنه يعتبر كما نرى بان الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بانه اخطر من فيروس كورونا، يجب الاختباء منه. ثم في الصوره المواليه فيروس انورم ديجين، اذا الفيروسات ومعايير علم الصحه. كما نلاحظ هناك شخص غسل يده فأثار الشكوك بمجرد أنه غسل يده، يعني أن الإنسان أصبح يتوجس من أدنى حركة. يعني هو غسل يده، كما لو تقول هو غسل يده. يعني كما لو نقول بأنه هو غسل اليدين، طبعا هو غسل يديه التي هي منه، وكأنه هو غسل. إذا المقصود أنه غسل يديه. ثم تقول له الأخرى تكخوا كلي مالاد، هل أنت تظنين، عدنا لو فيرب كخوا يعني اعتقد أو ظن أو آمن حتى، إذا تكخوا كلي مالاد، هل تعتقدين، أو في حالة المذكر هل تعتقد، تكخوا كلي مالاد، هل تعتقدين بأنه مريض. الرجل بمجرد أنه غسل يديه أصبحت تحوم حوله الشكوك. ثم في الصورة الموالية كيل فيان مشارشي، فليأتي للبحث عني. كيل فيان مشارشي، فليأتي للبحث عني، ها أنا موجود، إن استطاع هذا الفيروس أن يأتي للبحث عني فليأتي. ثم كما نرى خلف الشخص الذي يمثل الرئيس الفرنسي طبعا هناك رسم لفيروس يقول جاريف، هناك رسم لفيروس يقول جاريف، جاريف يعني أنا آتي، يعني أنا في الطريق إليك. جاريف كما نقول نحن بالدارجة أنا ماجي عندك، أنا ماجي يعني أنني في الطريق إليك، يعني أنني في الطريق إليك. إذا نرى الرئيس الفرنسي يقول كيل فيان مو شيرشي، فليأتي للبحث عني. ثم نرى رسما يمثل الفيروس يقول جاريف، جاريف، أنا في الطريق،
أنا آتي تمفصل المالية من كثرة ما أصبح الناس يعتقدون سلامتهم فارتداء الأقنعة. البعض الآخر ربما أصبح يعتقد سلامته حتى فارتداء العلب التي تحتوي هذه الكمامات، كما نرى بوات دو ماسك دو بروتكسيون، علبة أقنعة الحماية، علبة أقنعة الحماية، المقصود الحماية من الفيروس. تمفصل المولية كورونا فيروس، فيروس كورونا، إيفيتي دو سوغتيغ دو شيفو، يعني تجنبوا الخروج من عندكم، المقصود تجنبوا الخروج من منازلكم. إيفيتي المقصود بأنك تتجنب، إيفيتي دو سوغتيغ دو شيفو، يعني تجنبوا الخروج من عندكم. ثم نرى فقيرا يجلس تحت علبة كرتون وكأنه في منزله كما نرى، فيقول mieux vaut rester bien au chaud chez soi. Mieux vaut rester bien au chaud chez soi. Mieux vaut rester bien au chaud chez soi. من الأحسن للإنسان أن يبقى بشكل جيد au chaud، يعني في الدفء، au chaud كما نقول في الحرارة، المقصود في الدفء chez soi. Chez soi المقصود عند نفسه، يعني كل عند نفسه، كل واحد يبقى في المنزل دياله. إذا نتكلم عن chez soi، ماشي chez moi يعني عندي أنا في منزلي، chez toi عندك أنت في منزلك، chez lui عنده هو في منزله. لكن هنا عندنا chez soi، حالة تجمع كل هذه الحالات، يعني أن الإنسان يبقى عند نفسه، المقصود في منزله. إذا هذا الفقير يقول من الأحسن أن يبقى الإنسان بشكل جيد au chaud، يعني في الدفء، chez soi عند نفسه، المقصود في منزله. طبعا هذه إشارة للفقراء وللمشردين الذين يبيتون طبعا في الأزقة وفي أماكن بدون مأوى، هذه طبعا إشارة للإنسانية لكي تنظر إلى هذه الفئة من المجتمعات. كما تلاحظوا في الظروف الأخيرة أنها تمت عدة مساعدات لأشخاص، قدمت ربما بعض المآوي لأشخاص مشردين. هنا يطرح السؤال، أين كانت هذه المساعدات قبل ظهور هذا المرض، قبل ظهور هذا الوباء؟ الآن هذه الدول أضيفت لها متاعب أخرى، هذه الدول بالإضافة إلى مجهودات أخرى للتصدي إلى هذا الوباء، فبالإضافة إلى مجهودات أخرى تبذلها للتصدي لهذا الوباء، فهي تقدم مساعدات لهذه الأشخاص. ألم تكن قادرة فيما سبق ولم تنضاف لها حينئذين هذه المجهودات الأخرى؟ ألم تكن الدول مستعدة لتقديم هذه المساعدة لهذه الأشخاص؟ يطرح السؤال هنا، أين كانت هذه المساعدات رغم ضحالتها قبل هذا الوقت؟ ثم في الصورة الموالية يقول شخص لآخر لو كورونا فيروس نو دورا با لونتون، يعني أن فيروس كورونا لا يستمر، لا يدوم، لا يدوم، لا يستمر. طبعا لو فيرب دوري يعني يدوم في الوقت، إذا نو دورا با يعني أنه لا يستمر في الوقت ولا يدوم لونتون طويلا، يعني أن هذا الفيروس يدوم فقط حيا لوقت قصير ثم يموت. إذا يقول هذا الشخص لو كورونا فيروس نو دورا با لونتون، يعني أن فيروس كورونا لا يستمر طويلا. فيجيبه صاحبه سونيكو دي ميد إن شينا. طبعا هذه العبارة ميد إن شينا المشهورة بها طبعا الصين، المقصود بها صنع في الصين، هذه العبارة أصبحت تعني المنتوجات الصينية. طبعا هي عبارة إنجليزية تعني المصنوعات الصينية، ميد إن شينا. إذا طبعا يقول له صاحبه سونيكو دي ميد إن شينا، هذا ليس إلا من صنع في الصين، المقصود مادام أن هذا الفيروس لا يستمر طويلا ولا يدوم طويلا، إذن فهذه ميزة كل منتوجات صينية، يعني أنها لا تدوم طويلا، هذا هو المقصود بالكلام. سونيكو دي ميد إن شينا، سونيكو دي ميد إن شينا، هذا ليس إلا من فئة صنع في الصين، يعني أنه لا يدوم طويلا تماما كباقي منتوجات الصين التي لا تدوم طويلا. ثم عندنا مونديو ال ا اي تي،
contaminé par le Covid informatique. Mon Dieu, ya ilahi, elle a été contaminée. يعني أنها أصيبت. Elle a été contaminée. يعني أنها أصيبت par le Covid informatique. Le Covid المعلوماتي. يعني أن أصيبت بكوفيد المعلوماتي. طبعا تنعرفوا بأن كوفيد 19 طبعا تنعرفوا بأن كوفيد 19 هو المرض الناتج عن فيروس كورونا. طبعا هذه الآلة تنظر إلى رفيقتها كما نرى مكتوب عليها أور سيرفيس، يعني أنها خارج الخدمة، المقصود أنها معطلة أور سيرفيس كما قلنا بأنها معطلة. وما دامت هذه الآلة معطلة وأن خارج الخدمة، طبعا كل أعمال ستتركز على الآلة السليمة، كل أعمال ستتركز على الآلة السليمة، لذلك فهي غاضبة، لذلك فهي غاضبة كون الآلة المعطلة الخارج الخدمة كانت تتقاسمها الأتعاب. إذا تقول ماذا؟ مون ديو، ألا تي كونتاميني بار لو كوفيد انفورماتيك، يا إلهي هي أصيبت بكوفيد المعلوماتي. المقصود بأنها ينقصها شيء من البرمجة أو ينقصها ربما برنامج معين إلى آخره، سموه هنا لو كوفيد انفورماتيك. ثم مع هذه الصورة فينالمون وفي النهاية مامون أغيسي أفونيغ دو باري، يعني في النهاية أمي نجحت. عندنا لو فيرب غيسيغ هذا فعل نجح، مامون أغيسي يعني أن أمي نجحت. أفونيغ دو باري للمجيء من باريس. إل غيستخا، إل غيستخا عندنا لو فيرب غيستي يعني باقية. إل غيستخا يعني أنها ستبقى، كونفيني يعني محبوسة. إل غيستخا كونفيني يعني أنها ستبقى محبوسة، يعني محجورة بمعنى آخر، افيك نو معنا، بوندو يعني أثناء أو لمدة أو موا كانز جور، أو موا كانز جور يعني لمدة على الأقل 15 يوما، على الأقل 15 يوما. إذا الزوجة تقول لزوجها فينالمون مامون أغيسي أفونيغ دو باري، في النهاية أمي نجحت في المجيء من باريس. إل غيستخا كونفيني أفيك نو بوندون موا كان جور، يعني أنها ستبقى محجورة معنا لمدة على الأقل 15 يوما. ثم تقول الأم لو تخان إيتي بوندي، ثم تقول الأم لو تخان إيتي بوندي يعني أن القطار كان ممتلئا. لو تخان إيتي بوندي القطار كان ممتلئا. أون إيتي سيغي كوم دي ساردين، أون إيتي سيغي كوم دي ساردين يعني أننا كنا مضغوطين. أون إيتي سيغي يعني أننا كنا مضغوطين. كوم دي ساردين مثل السمك، كوم دي ساردين مثل السمك. بحال اللي تنقولوا حنا بالدارجة بأن القطار كان عامر وبقينا مزاحمين أبحال السردين. ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن إلا كان شي واحد مصاب في هاد الأشخاص فأكيد أن هاد الأم غتجيب معها شي بركة، يعني أنها غتصيب هاد العائلة اللي غتبقى معهم على الأقل 15 يوم. إذا هذا هو المقصود بهاد الكاريكاتير. إذا كما نرى finalement maman a réussi à venir de Paris. Elle restera confinée avec nous pendant moins 15 jours. Et d'un tacol homme, le train était bondé. On était serré comme des sardines. Tu m'as fait sur le moelle, plusieurs langues, عدت لغات. Il n'y a pas de secret. ليس هناك سر. Plusieurs langues, عدت لغات. Il n'y a pas de secret. ليس هناك سر. Les voyages, السفريات، السفريات. كما لو يقول هنا السفريات هي السر. بليزيور لونغ إل نيا با دو سوكخي، بليزيور لونغ إل نيا با دو سوكخي عدة لغات ليس هناك سر. المقصود كما لو يقول هذا الشخص أنا أعرف عدة لغات وليس هناك سر. لي فواياج، لي فواياج يعني السفريات، فبفضل السفريات أنا كنت أسافر كثيرا لدول كثيرة، مثلا سافورم لا جونيس، يعني أن هذه السفريات تكون الشباب، فكلما سافرت كثيرا كلما تكونت كشاب. إذا كلما سافر الشباب كثيرا كلما تكونوا أكثر وكانت لهم مثلا لغات أكثر.
لكن الصورة كما نلاحظ، إذن كما لو تقول الصورة بشكل ضمني، ممكن أن الشباب من خلال كثرة السفريات أنهم يتكونون ويتعلمون عدة لغات، لكنهم في المقابل أيضا ممكن أنهم يجلبوا معهم مجموعات فيروسات، لكن ممكن أيضا أنهم يجلبوا معهم مجموعات فيروسات. ثم في الصورة الموالية سيليبراسيون دي نوفيلان شينوا، الاحتفال بالسنة الجديدة الصينية، سيليبراسيون دي نوفيلان شينوا، سيليبراسيون دي نوفيلان شينوا، إذن الاحتفال بالسنة الجديدة الصينية. ثم في الأسفل كما نرى فبدل عبارة بوناني، إذن فبدل التهنئة ب بوناني سنة سعيدة، ستكون هناك عبارة أخرى للتهنئة وهي بون سانتي، صحة سعيدة أو صحة جيدة. إذن بدل أن يقول الشخص لصاحبه بوناني سيقول له بون سانتي، سيقول له بون سانتي، كما لو يقول له صحة سعيدة أو صحة طيبة. ثم يقول الشخص ستاني أنفي سامبل، ستاني أنفي سامبل، يعني هذه السنة جعلوها سهلة، ستاني أنفي سامبل، يعني هذه السنة جعلوها سهلة، يعني أنهم بسطوا هاد التحية. نستكمل مع هذه الصور في الفقرة المقبلة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.